حياكم الله مشاهدي متابعي قناة دبليو تي في شاشة وطن، واهلا وسهلا بكم مع حلقة جديدة من برنامجكم برنامج المعتمد. بعد كثرة الشكاوى على مدير صحة محافظة البصرة، هناك مطالبات كثيرة من قبل نواب البصرة بإقالة مدير عام صحة البصرة بسبب اليوم كثرة ملفات الفساد المالي والإداري بالمحافظة، بالإضافة إلى ذلك تردي الواقع الخدمي والصحي في محافظة البصرة وتلكؤ الخدمات المقدمة في عموم مستشفيات محافظة البصرة مع نقص الأدوية، وأيضا اليوم عدم توفير المستلزمات الكافية داخل هذه المستشفيات، وعدم تسليم المستشفى التركي منذ عام 2010 أو أكثر من ذلك. على ما يبدو اليوم أصوات النواب تتعالى بالمطالبة لإقالة مدير صحة البصرة، فهل سيتم فعلا إقالة مدير الصحة أم يعني راح يبقى بمنصبه ويبقى الوضع كما هو عليه؟ خليكم يا المشاهدين راح نتعرف على تفاصيل أكثر، لكن قبل نروح نشوف هذا التصريح للنائب فالح الخزعلي، من بعدها نرجع نعلق على الموضوع. بسم الله الرحمن الرحيم. بكل تأكيد انسجاما مع المواد الدستورية يجب الارتقاء بالواقع الصحي في العراق ومحافظة البصرة، ولدينا متابعة لأكثر من 25 مستشفى في العراق كلفة أكثر من 2 مليار دولار لم تفتتح، ولدينا متابعة مع النزاهة وغيرها، ومنها مستشفيات مهمة في محافظة البصرة، ومنها مستشفى السيابة الذي نسبة إنجاز 94%، وأيضا هناك مستشفيات متلكئة بسبب إجراءات وزارية، وهناك تقصير حكومي محلي من دائرة صحة البصرة. سبق وأن طالبنا وبكتب رسمية وثاق رسمية إقالة مدير صحة البصرة، إلا أنه مع بالغ الأسف الوزارة لم تعير أهمية لكل الوثائق والمستندات. بعد ذلك طبعا صدر كتاب من السيد رئيس الوزراء باستبدال السيد مدير صحة البصرة وتعيين شخص أيضا من المؤسسة الصحية، إلا أنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء لم تطبق، أي الأمين العام لمجلس الوزراء ومدير صحة البصرة لم يطبق هذه الإجراءات القانونية. هناك تدخل سياسي على حساب راحة أبناء البصرة وأيضا سلامة أبناء البصرة. بكل تأكيد اليوم الواقع الصحي ما يحتاج أن نتحدث عنه، عندما تدخل إلى مستشفياتنا هناك يعني كوادر صحية جيدة، لأنه القصور الكبير على المستوى المحلي والمستوى الاتحادي هو الذي انعكس على سلامة أبناء محافظة البصرة والقطاع الصحي بشكل عام. الآن نقص في الأدوية، الآن موضوع النظافة، والآن نقص في الموارد البشرية، وبالتالي يتطلب وقفة جدية من على المستوى التشريعي والمستوى السلطة المحلية وأيضا على مستوى السلطة والحكومة الاتحادية، ولكن تغيير السيد مدير الصحة أعتقد يتحمل المسؤولية رئيس الوزراء ووزير الصحة والأمين العام لمجلس الوزراء. لزملائنا من مكتب البصرة اللي قدروا يحصلون على هذا التصريح الخاص من قبل النائب فالح الخزعلي فيما يخص إقالة مدير صحة محافظة البصرة بعد كثرة الشكاوي على ملف الصحة في عموم المحافظة. خليكم يعني مشاهدينا راح نتعرف على تفاصيل أكثر من خلال ضيفي اللي موجود ويانا عبر سكايب. رحب بالأستاذ علي العبادي رئيس مركز العراق لحقوق الإنسان، حياك الله أستاذ علي. حياكم الله، أهلا وسهلا. نعم، بداية أستاذ علي، اليوم شلون نشوف الواقع الصحي بمحافظة البصرة؟ نعم، حقيقة استمعت لتقريركم حقيقة. نعم، من ضمن أصواتنا الاعتقاد الذين طالبوا بإقالة مدير صحة البصرة. ستهب حقيقة هذه الحملة هي مو من يعني هاي اللحظة. نعم، منذ عام 2019 صارت يعني أكثر من وقفة من الأخوة المتظاهرين. زين. أثناء لقاء البيان لم يقل لهم مدير صحة البصرة أو أي شخص ينوب عن هذا المدير، بالتالي هذه الحملة هي ليست وليدة هذه اللحظة، إنما لها جذور متأصلة عن الاحتجاج الخاص بتردي الخدمات. قبل حقيقة أن أتكلم عن سياسة صحة البصرة وسياسة الوزارة، دعيني أن أشيد بالأخوة الكوادر الصحية الجيش الأبيض الذين هم حقيقة يقدمون خدمات جمة للمواطنين، ولكن هناك يعني ترهيب لهم من ناحيه عدم يعني الافصاح المشاكل الخاصه داخل مديريه صحه البصره، لذلك حقيقه هم يقومون يعني بنقلهم او بعقوبتهم حسب الشكاوى التي تصل لنا سريه من مصادرنا. نعم. باخر ستيبه، نعم صحه البصره آن الاوان ان يستبدل يعني كادرها المتقدم على مستوى مدير صحة البصرة، للأسف الشديد هو شخص غير متعاون بشكل عام
يقوم حقيقة باستقبال بعض الشخصيات التي تقدم له دروع الشهادات التقديرية وتقدم له يعني الثناء لشخصه أو لمنصبه. ولدينا معلومات ستتبع أنه هذا الشخص مدعوم من بعض شيوخ العشائر، لا نعلم ما هي الأسباب، علما أن هذا المنصب هو من أهم المناصب التي تقدم الخدمات على مستوى الصحة الخاصة بجميع المواطنين. كذلك تصل لنا معلومات. زين أستاذ علي، اليوم شنو دخل شيوخ العشائر فيما يخص يعني موضوع المناصب؟ تعرفين اللي جاي يصير بالبصرة ستتبع. نعم. اكو مجال جديد يعني للأسف الشديد، واحنا ما كنا نتمنى نطرح هذا الموضوع، لكن بما انه وصل الى موضوع خدمة المواطن مجبورين نعلن عنه. زين بعض اللي هو شنو الموضوع؟ مدعومين من شيوخ عشائر، يعني شلون المدير صار انه مثلا انت من كذا عشيرة انا هم كذلك ادعم هذا اللي من عشيرتي. هذا الموضوع حقيقة مرفوض على مستوى يعني تمثيل المواطن وكذلك حتى على مستوى معايير حقوق الإنسان التي تقول كل المواطنين متساويين. يعني أستاذ علي شيوخ العشائر هم اللي لهم سيطرة بمحافظة البصرة؟ المسؤول اليوم هو بموضع تكليف وليس تشريف. المسؤول اليوم من خلال قناتكم نوضح هذه الرسالة. نعم. هو بموضع التكليف وليس التشريف، ولهذا نقول يعني دائرة صحة البصرة على مستوى كثير من الشكاوى جاءت إلينا وكذلك حتى على مستوى النواب انضموا بالحملة. هذا الأسبوع أكثر من 3 نواب انضموا إلى حملة الإقالات. زين. وطالبوا بملء يعني بملء العبارة الصريحة أنه يجب إقالة يعني مدير صح دائرة صحة البصرة، إضافة إلى مجموعة من المدراء على مستوى مكتب التشغيل وكذلك مدير ماء البصرة حتى على مستوى رئيس الحكومة المحلية. ولكن تعلمين أنت الحراك هو غير متكافئ بسبب الدعم المالي والدعم الإعلامي الممنهج مدفوع الثمن لبعض الشخصيات. لذلك انطلقنا من حملة يعني مكتب التشغيل الذي فشل في إداء احتواء الأزمة للشباب، وكذلك دائرة صحة البصرة التي فشلت في احتواء الأزمة الخاصة بالخدمات الصحية، حتى على مستوى ستبة الإداريين والموظفين داخل صحة البصرة أكثر من وقف لهم بالآلاف يخرجون ولكن لا يوجد استجابة لهم، يتعذرون تارة في الموازنة وتارة بسبب سياسة الوزارة في بغداد. بالتالي كل هذه المشاكل المتأصلة المتراكمة أدت إلى أنه نطالب بإقالة دائرة صحة البصرة على رأسها رئيس دائرة صحة البصرة الدكتور عباس التميمي. نعم. يعني أستاذ علي اليوم اللي يريد يبقى بمنصب بمحافظة البصرة لازم يلتجي لشيوخ العشائر حتى إذا كان هو مثلا مسؤول فاسد؟ مع الأسف هذا اللي جاي يصير بالبصرة، بعض الشخصيات مدعومين وكرر مدعومين من بعض شيوخ العشائر من البعض، وهذا حقيقة هو مرفوض. يجب أن تكون المهنية ويجب أن تكون النزاهة والاستقلالية هي اساس في هذه المناصب. زين استاذ علي اذا هو مسؤول فاسد شلون يعني ابناء العشائر؟ يعني انا اسال سؤال من خلال قناتكم. نعم. اقول وين المشكله الى احنا نضخ دماء جديده الى هذه المؤسسات؟ اين المشكله عندما ناتي باشخاص جدد وذات يعني نفس شبابي ونفس خدمي حقيقي انه نطرحه على هذا الموضوع؟ وين المشكله انه المسؤول أصبح مثل المخضرمين جالس وقابع على الكرسي؟ نعم. ومتشبث وتمتد علاقاته مع الأحزاب ومع بعض شيوخ العشائر حتى يبقى بمنصبه، وهذا حقيقة هو مفروض. يجب أن تطال الحملة كبريات رؤوس المدراء وعلى رأسهم دائرة صحة البصرة ومكتب التشغيل. وأنا هنا أتساءل أيضاً أين دور رئيس الحكومة المحلية؟ نعم. أصوات تتعالى على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي وفي الجروبات، ورئيس الحكومة المحلية يسمع التصريحات من النواب ومن الناشطين ومن المؤسسات ولكن لا يجيب، علماً أن هذه الحملات هي حملات يعني خاصة لخدمة المواطن، لا يوجد استهداف شخصي أو أمور خاصة. وإذا كان هناك أمور خاصة نتمنى الاعلان. يعني استاذ علي اليوم شنو السبب ماكو استجابه؟ رئيس الحكومه المحليه لحد هذه اللحظه لا توجد استجابه لا من رئيس الوزراء ولا من الوزير ولا كذلك من رئيس الحكومه المحليه لحد هذه اللحظه. شنو السبب؟ شنو اللي يمنع الاستجابه؟ السبب ربما ياتي عن طريق انه هذا الشخص متمكن ومسيطر، بالتالي لا يستمع لاراء النواب واراء النشطاء، أو تارة هو استغفار ويعني
يعني تماهي وعدم احترام لآراء المواطن وإرادة الشعب. نعم زين استاذ علي، اليوم برأيك اكو شبهات فساد على مدير صحة البصرة؟ الكثير من المفاهيم طرحها النواب وذكروها بالأرقام، وأتمنى حقيقة من النواب أن يستمروا بهذه الحملة. أكثر من 3 نواب أعلنوا صريحا أنه يعني يطالبون بإقالته وذكروا عدة نقاط. أنا أتمنى من هؤلاء النواب أن يستمروا. تصور استاذ بعض النواب، وصلت لنا مصادر، عندما طالب بإقالة يعني مدير الصحة اتصلوا به الشيوخ، حسب مصادرنا بعض الشيوخ اتصلوا به وقالوا اسحب التصريح واسحب طلب الاستجواب او طلب الاقاله. نعم. من باب انه هذا الشخص لنا ميول معه وما شابه. وصلت الى درجه يكون ضغط على النائب عندما يطالب لخدمه المواطن ولمصلحه المواطن ولمصلحه المؤسسه التي هي اصلا تعاني من عدم يعني تلبيه رغبات ابناء المؤسسه نفسها. بالتالي كثير من المشاكل. اضرب لك مثال زتبه. نعم يعني استاذ علي ان احنا كتب وصلتنا زميلنا المخرج الان راح يعرضها لنا على الشاشه. نشوف هذا كتاب موجه حضرتك، يعني تطرقتي لها المستشفى التركي. نعم حضرتك تطرقتي لها انه اكثر من 10 سنوات ولحد هذا الكتاب موجه الى النائب الاول بسبب استغلال يعني استغلال اليوم المستشفيات وسيطرة البعض على هاي المستشفيات، واليوم نقص الخدمات الموجودة بها. اكو فقرة هم انا اضيف اليها على برنامجك، يعني حتى اذا لاحظ من خلال كتاب اليوم الى بيع يعني العلاج الخاص بمرض كورونا وايضا فحوصات البي سي ار بعض تنباع بمبالغ ماليه. الان الكتاب معروض على الشاشه من قبل زميلنا المخرج. نعم هذا الكتاب الثاني، فساد مالي واخلاقي مستشري ومشاكل ودعاوي قانونيه ضد الكوادر الطبيه في بعض صالات الولاده، واليوم الموت اللي يصير بالنسبه للاطفال، يعني نشوف فساد مالي وإداري بأغلب مستشفيات محافظة البصرة. اليوم التساؤل، محافظة البصرة وين دوره من كل هاي صفقات الفساد اللي دا تصير؟ ليش ماكو محاسبة حقيقية دا تصير لمدير صحة البصرة وأغلب اليوم الكوادر العاملة؟ نعم ينضم معنا الشيخ مناضل عبد خنجر عضو مجلس محافظة البصرة السابق، حياك الله يا شيخ مناضل. اهلا وسهلا بكم وبمتابعيكم الكرام. نعم شيخ مناضل، كمجلس محافظه حضرتك شنو كان دورك يعني وعملك فيما يخص الواقع الصحي؟ شلون نشوف الواقع الصحي بمحافظه البصره؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني في عضو مجلس محافظه البصره، كنت رئيس اللجنه الاقتصاديه في نعم. مجلس محافظه البصره. احنا حديثنا الان حول الواقع الصحي في محافظه البصره. نعم الحقيقه الواقع الصحي ليس في محافظة البصرة والنواب العراق بصورة عامة، لكن نتحدث عن البصرة بالخصوص، لأن البصرة لها خصوصية من ناحية صحية. أكيد. اليوم أكو مطالب واسعة بإقالة مدير صحة البصرة من قبل نواب البصرة وأيضا ناشطين بالمحافظة. فرأيك بهذه الخطوة؟ نعم، مقدمة بسيطة، يعني البصرة لها خصوصية من ناحية الصحية، لكون البصرة تتأثر كثيرا بالانبعاثات الغازيه نتيجه انتاج النفط، وكذلك ما مرت به حروب ومخلفات الحروب، فذلك تجد نسبه السرطان في محافظه البصره والتسمم نسبه كبيره جدا تختلف عن بقيه المحافظات. نعم. اما بالنسبه الى موضوع مدير صحه البصره والكادر اللي موجود في صحه البصره، يعني الدور اللي هو يقوم بمجلس النواب ومهام مجلس النواب هو اعلى سلطه تشريعيه ورقابيه. مراقبة دوائر الدولة بصورة عامة، بدءا من جونا رئيس الوزراء إلى أقل موظف أو أقل دائرة في العراق، فهي مهمة ومسؤولية أعضاء البرلمان، لأن دول عملوا ثقة الشعب وانتخبهم الشعب، فلذلك بالنسبة للأداء الصحي في محافظة البصرة حقيقة حالة يرثى لها، واللي يدخل إلى المستشفيات في محافظة البصرة بالتأكيد يجد هناك اي لمسه
لمسه صحيه او تدل على انها مستشفى في الواقع. نعم. وهذا ما يؤسف له يعني مع الاسف يعني. زين. ونعز هذا الشيء الى كثير من الامور يعني نعزه للدارس، نعزه لقله التخصيصات، نعزه الى وعي المواطن. لذلك يجب اعاده النظر في جميع ادارات اللي موجوده في دوائر الدوله في البصره ومن ضمنها الصحه من قبل اعضاء البرلمان وتقييم عملهم وادائهم في هذه المرحله، وفي حاله وجود اي فساد على اي موظف كان او مدير كان عليهم ان يقوموا بدورهم ويقدموه للنساء. نعم، زين شيخ مناضل، برايك ليش ماكو مساعي حقيقيه بالارتقاء بواقع الصحي بمحافظه البصره من قبل يعني محافظه البصره وايضا الحكومه المحليه؟ للواقع الصحي معانا مثل ما ذكرت في محافظه البصره يحتاج الى عنايه خاصه وتخصيصات تختلف عن بقيه المحافظات. نعم. التخصيصات اللي جاي تعد من الحكومه الاتحاديه الى محافظه البصره ضمن الموازنات حقيقه لا تفي بالغرض ولا تفي حتى 10% من احتياجات محافظه البصره. زي. التخصيصات الماليه درجه بالدرجه الاولى ومهمه جدا في للواقع الصحي وغيرها ايضا. والنقطه الثانيه هي الاداره، كل ما يكون المدير جيدا، يعني اكو مصطلح بمصطلح عسكري يقول الوحدة بامرها، فلذلك اي دائره من الدوائر عندما يكون المدير جيد تكون الدائره جيده وتجد لمساتها في هذه الدائره. نعم. شيخ مناضل، الاستاذ علي اتهم ان الشيوخ العشائر اليوم بمحافظه البصره لهم ايد بما يخص يعني تثبيت بعض السياسيين الفاسدين بمناصبهم بمحافظه البصره، فكونك يعني شيخ تعليقك على هذا الموضوع. يعني هذه مسؤوليه شخصيه حقيقه، كل من ومثل ما يقولون وقناعاته وكل من واخلاقه، يعني عندما انت تضع هذه صوتك وجماهيرك وناسك. نعم. وعشيرتك هو مسؤوليه امام المجتمع وامام الله سبحانه وتعالى، اما تضليلهم وجعلهم ان يصوتون لناس فاسدين او غير جديرين بتمثيلهم فهذه تعتبر مسؤوليه كبيره امام الله والشعب. زين، يعني هل فعلا اليوم اكو شيوخ داعمين لسياسيين فاسدين بمحافظه البصره ومبقيهم مناصبهم رغم علمهم اليوم بملفات الفساد يعني شبهات الفساد الكثيره عليهم؟ احنا عايشين في العراق والواقع اللي موجود في العراق كالآتي، هناك مصالح ما بين اكو مصالح شخصيه ومصالح حزبيه وسياسيه، هذه هي التي تتحكم في ادارات الدوله بدءا من رئيس الجمهوريه الى اصغر محافظ الى اصغر موظف. زين، بس اليوم هو شيخ العشيره المسؤول، هو يعني ولي الامر اليوم، المفروض هو اللي يحاسبه قبل لا تكون محاسبه حكوميه، مو انا اليوم اعرف به هو فاسد وعنده شبهات فساد واني ادعمه وابقي بمنصبه. لا لا ست، احنا خلينا نكون واقعيين. نعم. احنا نقول شيخ العشيره هو فرد في المجتمع وتابع الى قوانين وانظمه البلد، فاحنا نقوي الدوله ونقوي القانون احسن ما نقوي شيخ العشيره وغير شيخ العشيره. فكل ما تكون الدولة قوية والقانون يطبق بصورة صحيحة أفضل من أن نقوي شيخ عشيرة أو رجل دين. نعم، بس أيضا اليوم يعني العشيرة لها دور، يعني شيخ اليوم مثلا العشار هي تكون ساندري المسؤول بمحافظة البصرة، أيضا اليوم بمعنى أنه العشار اليوم هي اللي مسيطرة على المحافظة. يعني العشائر كعدد كأفراد في التصويت في الانتخابات، الصعد شيخ العشيرة أو صعد رجل الدين، نعم، أما مسيطرة أو فوق القانون فليس فوق القانون، إذا كان من يطبق القانون قوي ويعترف بسلطة الدولة وسلطة القانون، فالقانون فوق الجميع والقانون يطبق على الكل، والدولة أقوى من شيخ العشيرة وغير شيخ العشيرة. نعم، شيخ مناضل عابد خنجر عضو مجلس محافظة السابق، شكرا جزيلا لك وشكرا انضمامك يوميا، أكيد نورتنا تحياتنا لك. أرجع ويا ضيفي أستاذ علي العبادي، تعليقك على كلام شيخ مناضل. نعم ستيفا، حقيقة من أغلب جماعة الإسلام صحيح وأتفق معه. نعم الوقت بأمرها أو الرئيس مسؤول. الرئيس حقيقة هو رئيس وحدة إدارية أو رئيس دائرة في المحافظة، هو رئيس المدير وكذلك رئيس الوحدة الإدارية أو رئيس الحكومة المحلية، أصلهم غير يعني
يعني متفقين على مستوى التوجه والدعم، ولكن حقيقه غير متفقين على خدمه المواطن. اكثر من بيان يعني تم قراءته من قبل المتظاهرين، وقالوا لرئيس الحكومه المحليه وحتى الحكومه الاتحاديه انه يجب اعطاء الاولويه الى محافظه البصر كونها منطقه نفطيه او مدينه نفطيه، لديها الكثير من المشاكل البيئيه ولديها الكثير من المشاكل الصحيه، ولكن للاسف لا توجد استجابه لهذه المطالب، فقط يعني يعني انشغال بالامور بعض الامور الخدميه كالتبليط والمقرنص. على مده 19 سنه ستهبه اذكر على هذه الجزئيه، لحد هذه اللحظه لم يتم افتتاح مستشفى متكامل على مستوى محافظه البصره، كل المستشفيات هي مستشفيات قديمه تم بناها يعني منذ العشرات السنين السابقه. تطرقت على يعني تقريرك قلت على مستشفى التركي، لحد هذه اللحظه نسبه الانجاز اكثر من 95%، واكثر النواب المتواجدين حاليا والسابقين لديهم درايه كامله عن هذا الملف ومشاكله، ولكن للاسف لا توجد استجابه. نقول ونتساءل لماذا متظاهرين نجف قاموا بافتتاح المستشفى في محافظه نجف على غرار ربما يعني يجبرون المواطن يقوم بافتتاح هذه المستشفيات عنوه وقوه، التي هي حقيقه تصب بمصلحه يعني رفض الكادر الصحي وكذلك للمواطن، حتى بالتالي يقلل الزخم واعطاء الخدمات وضمن الكثافه السكانيه. هذا جانب. الجانب الاخر قضيه المدراء، تساءلنا اكثر من مره لماذا لا يعطى هذا المنصب لشخصيه مستقله اكاديميه لديها يعني سمعه حسنه، ولكن للاسف لحد هذه اللحظه ايضا لا توجد تطبيق لهذه النقطه الثانيه. كذلك النقطه الثالثه طالبنا بموضوع صندوق لدعم الامراض السرطانيه، وتكلمنا مع اكثر من نائب بهذا الموضوع، ولكن لا يوجد تطبيق على ارض الواقع. يفترض بدائره صحه البصره ان تعمل بشكل حثيث وتستقتل على خدمه المواطن وكذلك نعم. خدمه ابناء المواطن، ولكن للاسف ايضا لا يوجد تطبيق ولا يوجد سماع لهذه المطالب. استاذ علي يعني في وقت يعني سابق ذكر محافظ البصره انه محافظه البصره استلمت موازنتها يعني خلال العام الحالي، زين، وانت ذكرت اليوم ماكو مستشفى جديد انبنت بمحافظه البصره، زين ميزانيه البصره يوم وين راحت؟ هو هذا التساؤل اللي احنا جايين نساله. عندما انا اطالب بالاعلام وعندما اتكلم في الجروبات يعني يرد علينا رئيس الحكومه المحليه ويقول اذهب الى ديوان الرقابه الماليه. نعم. هذا حقيقه ليس يعني جواب صريح وليس جواب شافي للمراقبين وكل المواطنين، هذا تهرب من الحقائق. تكلمنا قبل يومين مع احد النواب عن محافظه البصره عن هذا الملف، وقال انا ايضا طالبت المحافظ بالكشف عن الامور الاموال التي جاءت البصره، ولكن لم نسمع لحد هذه اللحظه اجابه صريحه. ستهب اكثر ماكو اجابه صريحه من قبل المحافظ بشكل فظيع الى محافظه البصره منذ عام 2018 ولحد هذه اللحظه، ولكن لا يوجد ارقام صريحه ولا توجد يعني بيانات صريحه حول الاموال التي يعني طالبناها اكثر من مره. هو يتعذر رئيس الحكومه ويقول اذهبوا الى ديوان الرقابه الماليه وستروا بام عينكم يعني الاموال اين ذهبت. هذه الاجابات هي محافظ البصره اليوم ليش ما يصرح بشكل صريح اليوم موازنه البصره وين راحت؟ هو اصلا هسه رئيس الحكومه ستهبه بالمناسبه هاي الفتره، هو اصلا منشغل كيف يحافظ على منصبه، يعني لا يوجد لديه حقيقه تواصل. المشكله رئيس الحكومه المحليه يعني يتواصل مع جمهور خاص به ولا يتواصل مع يعني ولا يستمع من المعارضين. يعني احنا نؤمن كلنا في الديمقراطيه، والعراق بعد عام 2003 جاء واسس مبادئ وقوانين الاستماع للراي والراي الاخر. نعم. من باب يعني الحفاظ على البصره واهلها ومؤسساتها، ولكن ما يجري في البصره انما هو يتم الاستماع فقط لانصاره وجماهيره واحزابه، ولكن لا يستمع الى الجمهور الاخر والراي الاخر، وهذا ما نستغربه، وهذا ادى بظلاله سلبا على تقديم الخدمه للمواطنين. تكلمتي ايضا على موضوع الخدمات ستهبه. زين قبل لا نتطرق لموضوع الخدمات يعني استاذ علي، ليش اليوم 18 سنه وماكو مستشفى جديد بمحافظه البصره؟ يعني معقوله اليوم البصره هاي ام الخيرات
اليوم ما تستاهل أنا أبني لها مستشفى جديد تليق بأبناء محافظة البصرة؟ ترى 18 سنة يعني لا يوم ولا يومين. شعار الحكومة لحد هذه اللحظة لمدة 19 سنة ستبه. نعم. شعار الحكومة المحلية منذ عام 2003 ولحد هذه اللحظة أعطني صوتك أعطك مقرنص، أعطني صوتك أعطيك تبليط. ما يقول لك إنه أنا أعطيك مؤسسة مستشفى على مستوى مستشفى 55 ليش اليوم العالم تريد بس شوارع ما تريد مستشفيات؟ نعم؟ يعني هي العالم اليوم تريد بس مقرنص وشوارع ما تريد مستشفيات؟ أنا حقيقة من خلال يعني من خلال البث المباشر أدعو كادركم وأدعيك تتلبى. نعم. أدعيك إنه تجين إلى محاط البصر كجولة، وإحنا حقيقة نتكفل موضوع التنقل. نعم. ونتكلم بحياتي إن شاء الله تكون عندنا زيارة لمحافظة البصرة. أدعو كادركم، أدعو كادر المعتمد أن يأتي إلى البصرة ويتجول بأم وعلي. أنت أرد وأكرر أنت ذكرت مستشفيات، المستشفى الصيني في أبو الخصيب. نعم. لحد هذه اللحظة لم يكتمل، أصلاً هو البناء تعب وراح يطيب. نعم. المستشفى التركي والأدوات الطبية الحديثة بدأت تتهالك ولحد هذه اللحظة لم يتم افتتاح المستشفى. مستشفى كذلك في صفوان، كذلك مؤسسات صحية في شمال البصرة على مستوى مراكز صحية عالية للسقوط. زين شو اللي يمنع اليوم مديرية صحة البصرة انه تسلم هاي المستشفيات لأبناء البصرة؟ إذا نسبة الإنجازية وصلت 90%. ما ينزل في البصرة ستبه وأطرح هذا الموضوع. نعم. أما أن تعني الولاء لي وتضع يدك بيدي أو أعتبرك معاق ولا أسمع لك، لا بل أقيد صوتك وأرفع عليك دعاوى قضائية أو أقيدك أمنياً أو أحاول أضيق عليك الموضوع من باب الأمور الإدارية. هذا ما يجري في البصرة لحد ليلة أمس. هناك مضايقات أمنية لنا ولكن لا نريد أن نصرح بكل شيء لربما يعني تكون هناك أزمات في الشارع والشارع لا يتحمل. زين سبب هذه المضايقات الأمنية؟ سبب المضايقات أما تعنيني الولاء لي وتكف عن التصريحات وتكف عن المتابعات الجريئة التي هي لصالح المواطن، أو أنك تعتبر معارض ونقيم بك كل الحدود القانونية، لا لربما تصل إلى درجة التصفيات الجسدية في البصرة. زين يعني معقول الوضع هيك صاير بالبصرة اليوم؟ أنت لو تنتمي للحزب أو جهة سياسية حتى أنا أقدر أخليك تكمل؟ وين حرية التعبير بالموضوع العاد؟ عندنا دكتور ستيبة دكتور، وأطرح هذا الموضوع من خلال قناتكم، وأتمنى رئيس الوزراء يسمع هذا الموضوع الخطير. نعم. عندنا شخص دكتور جامعي رفع دعوى قضائية على أحد الأشخاص ينتمي إلى مجاميع مسلحة. زين. ويلتقي بمواقع أمنية حساسة حسب ادعاء هذا الدكتور. نعم. لمدة 4 أشهر يطالب بإلقاء القبض عليه ما حد يلزمه، بينما هذا الدكتور عندما تكلم بانتقاد وانتقد بشكل يعني وفق القانون ألقى يعني أصدروا بحقه مذكرة إلقاء قبض بنفس اليوم. زين ستيبي احنا شنو بدنا؟ ما بدنا الا القلم، وبدنا التصريح والمتابعه والتصريح. شنو بدنا مثلا؟ احنا لا بالحكومه ولا نواب ولا وزراء ولا عندنا كاتب ولا عندنا سلاح، احنا مجرد نعبر عن الراي، وهاي المضايقات اليوميه تصل لنا. زين بالتالي رئيس الوزراء اين هو من موضوع البصره؟ نستغرب لماذا رئيس الوزراء يسمع من جانب. زين استاذ علي رئيس اللجنه الامنيه يعرف بهاي التهديدات عنده علي؟ الاسباب هل هو يعني لربما يمين لجهه مستفاد من موضوع شركات استاذ علي مستفاد من موضوع خاصه؟ خلي يعلمنا رئيس الوزراء. نعم. نريد نعرف عنده شركات بالبصره استاذ علي. نريد نعرف استاذ علي اسمعني، رئيس اللجنه الامنيه بمحافظه البصره عنده علم اليوم هاي التهديدات اللي تعرضت لها مؤخرا؟ اصلا هو رئيس الحكومه المحليه، هو حسب معلوماته هو لديه مصادر يحرك هذه الجيوش. مثلا قضية حسين الشحماني ستيبه. نعم. منو أقام الدعوة عليه؟ هو رئيس الحكومة المحلية وبعض المدراء التابعين له. أنا أسأل السؤال إداري، هو رئيس الوحدة الإدارية عندما يقوم مدير بدعوة ويحرك المستشار القانوني، معقولة رئيس الوحدة الإدارية ما عنده علم؟ زين يعني اليوم ماكو حرية تعبير بمحافظة البصرة. هذه الفترة الحكومة المحلية والمدراء استخدموا فقرة القذف والتشهير. لماذا هذه الفترة ولماذا هذه الفقرة؟ نعم سبب اختيارهم هذا التوقيت تحديدا. يعني الإعلام
واعين المؤسسات الدوليه اصبحت عيون ثاقبه على البصره، فيخشون موضوع الاغتيالات ويخشون موضوع الكواتم ويخشون موضوع التفجيرات والعبوات الناسفه، فاستخدموا فقره هؤلاء المدراء ورئيس الحكومه فقره القذف والتشهير والسجن والدعاوى الكيديه حتى يعملوا وفق القانون ويحصلوا انفسهم بالقانون، ولكن نحن نعتبرها كمقصدين. يعني استاذ علي اليوم من اطلع واحكي استاذ علي استاذ علي يعني هسه اليوم من اطلع واحكي يعني غير اكو تقصير من قبل المسؤول او الشخص اللي اعلى سلطه؟ يعني هو اذا ما مقصر وياي ومقدم لي خدمات انا ليش اطلع احكي عليه؟ ليش يصير يعني موضوع قذف وتشهير؟ اكيد هو مقصر وياي انا اليوم احكي عليه. بعض القيادات الامنيه يقول لي لماذا انت تصرح وتتدخل يعني سلسله؟ نعم. بعض القيادات الامنيه يتكلم لي يقول لماذا تتدخل باشياء ما لا تعنيك؟ زين انا قلت له مجالك حقوق الانسان ادافع واتكلم عن ليش ما يعنيك؟ ليش تمو من البصره؟ ليش ما يعنيك هذا الموضوع؟ نعم. يعني اليوم اللي يطلع يدافع عن حقه وعن حق ابناء محافظته اليوم هو ما يعني هذا الموضوع لازم المفروض ما يتدخل؟ يقبل بالفساد المالي والاداري الموجود ويسكت على الموضوع، مو اليوم الساكت عن الحق شيطان اخرس. على مصلحة البصره اكثر من بيان نزل، طالبنا بان تخفف الاجور بحق المواطن للاسباب التاليه، البصره مدينه منكوبه في عام 2018 حتى رئيس الوزراء قال حيدر العبادي البصره مدينه منكوبه، طيب الى ان تبقى مدينه منكوبه عليها مشاكل صحيه وكذلك مشاكل بيئيه. خفض الاجور الخاصه بالمواطن باعتبارها هي مدينه منتجه للنفط واهلها يعانون من الامراض المتنوعه الخاصه بالسرطانات المتنوعه، بالتالي يجب ان تخفف الاجور بحق المواطن على مستوى العلاج وعلى مستوى كذلك الباصات وعلى مستوى كذلك العمليات الكبرى في القطاع العام والقطاع الخاص. نعم. بالتالي كل هذه النقاط لا نرى استجابه من قبل يعني صحه البصره والحكومه المحليه وكذلك رئيس الوزراء عندما ياتي الى البصره للاسف الشديد لا يسمع من الطرف المقابل، ونحن حقيقه يعني نتهم رئيس الوزراء بالتواطؤ مع الحكومه المحليه وهو يميل لطرف دون اخر، وحقيقه هو يجب ان يكون حيادي ويستمع من الطرفين حتى بالتالي تقدم الخدمات للبصره ولمواطن محافظه البصره. نعم، زين برايك اليوم شنو الحلول للنهوض بواقع محافظه البصره من الجانب الصحي؟ أول خطوات الإصلاح بما أنه نوجه رسالتنا ست هبة من خلال قناتكم إلى من سيشكل حكومة الأغلبية وحكومة الإصلاح، نقول يا نواب الإصلاح أول علاج لعلاج الإصلاح هو الاهتمام بالقطاع البيئي والقطاع الصحي، وأول الإصلاح في محافظة البصرة هو إقالة مدير صحة البصرة وبالتالي المجيء بشخص مستقل نزيه يعمل لخدمة البصرة لا يميل لجهات حزبية وجهات عشائرية، هذا جانب. الجانب الآخر أول خطوات الإصلاح هو المجيء يعني بإدارة سليمة تعمل على الإجور وكذلك مراقبة الصيدليات الخاصة وكذلك السعي لبناء مستشفيات وكذلك فتح المستشفيات قيد الإنشاء، إضافة إلى يعني التركيز على ملف الأمراض السرطانية وكذلك بعض الشخصيات المتنفذة داخل صحة البصرة التي أصبحت عبارة عن مليارديرية تعمل لمصالحها الخاصة. كل هذه الملفات يجب أن تكون عند نواب الإصلاح والنواب الجدد والمستقلين الذين حقا يتكلمون دائما عن خدمة المواطن ومصلحة المواطن. ملف الصحة في البصرة ملف يجب الاهتمام به لصالح البصرة، خصوصا أنه الجيش الأبيض أيضا يعاني من مشاكل إدارية داخل المؤسسة يجب انصافه من خلال المراقبه داخل مجلس النواب وكذلك من قبل المؤسسات المستقله. زين استاذ علي اليوم ليش بس ثلاث نواب يعني طالبوا باقاله مدير صحه البصره؟ اليوم ليش بقيه النواب وين دورهم؟ ليش ما يطالبون؟ احنا ندعو من خلال قناتكم جميع النواب نواب البصره، واليوم حقيقه راح نتنازل ونبتعد عن المسميات. نعم. انا من خلال قناتكم ادعو نواب البصره جميعا بلا استثناء أن ينضموا إلى حملة الإقالات، وحملة الإقالات هي حملة مهنية، لا يوجد استهداف شخصي لأي شخص من المدراء، ويجب أن يتنازلوا عن انتمائهم الحزبي وأن يعملوا لصالح البصرة، فالمواطن البصري مستاء جدا من تقديم الخدمات في الدوائر الخدمية،
المواطن مستاء من طريقه يعني طريقه الاداء للمدراء في البصره. كل المدراء بل اغلب المدراء اصبحوا عباره عن ختياريه في المدراء، يجب تبديلهم بطاقات جديده بدماء جديده تعمل لخدمه البصره وتعمل بشكل ميداني. هذا اولا. ثانيا، نواب البصره عليهم تفعيل الدور الرقابي ودور الاستجوابات ودور الاقالات، هذا هو عمل النائب الحقيقي. يجب ان يبتعد دور النائب عن موضوع يعني اصبح شبه معقد. عمل النائب هو دور يعني يقوم العمل التنفيذي من خلال الرقابه ومن خلال الاستجواب ومن خلال متابعه ملفات الفساد الكثيره في محافظه البصره. نعم، زين، برايك اليوم محافظ البصره عنده علم بصفقات الفساد فيما يخص الواقع الصحي بالمحافظه؟ حسب مصادرنا يعني رئيس صحه البصره لديه يعلن الولاء لرئيس الحكومه المحليه، واكرر هو يعلن الولاء ليس من باب الرئيس والمرؤوس، انما لا. من باب انه يعني علاقات خاصه وامور عشائريه وما شابه حسب المصادر اللي سمعناها. زين، لذلك رئيس الحكومه المحليه هو اصلا مقصر بتقديم الخدمات للمواطنين. قلت لك منشغل، اعطني صوتك اعطيك مقرص وتبليغ. زين استاذ علي، اذا اليوم مستشفيات يعني بالبصره ماكو الواقع الصحي متردي، زين محافظ البصره على شنو بقي مدير عام صحه البصره بمنصبه اذا هو عنده علم بكل هذا الفساد؟ المحاول اصلا مقصر ستي برئيس الحكومه المحليه، مقصر في تقديم يعني الملفات المهمه. يعني اضرب لك مثال. نعم. قضيه النزاعات العشائريه التي ننادي بها ليلا ونهارا، طارق قائد عمليات البصره ويعني يتجول وحده ومن خلال المداهمات ومن خلال الجولات التفقديه، ورئيس الحكومه المحليه هذه الفتره منشغلا بملف كيف يحافظ على منصبه كرئيس حكومه محليه. نعم. هذا جانب التقصير الواضح، وكل اهالي البصره يشهدوا بهذا الموضوع، اضافه الى قضيه الرقابه والمحاسبه. رئيس الحكومة المحلية لم نراه يوم من الأيام حاسب مدير صحة البصرة، أصلا هو ليل ونهار عزايم هويا. معقولة؟ يعرف ملفات الفساد وشبهات الفساد العالية ومبقي بمنصبه والنوب فوقاتها عزايم؟ عندنا دليل من نتكلم. هم يجوز يقولون عندكم استهدافات، لكن طريقة النواب، أكثر من 3 نواب انضموا بهذه الحملة طالبوا بإقالة مدير صحة البصرة. إذا معناه هناك شواهد وهناك امور مسجله عند النواب وصلت لديهم من خلال مصادر. نعم. بالتالي رئيس الحكومه المحليه يجب ان يعلن صريحا موضوع الاقاله. يعني احنا لما نوجه تساؤلنا اليوم لمحافظ البصره، شنو اللي يخليك تبقي مدير صحه البصره لحد هذه اللحظه بمنصبه رغم المطالبات من قبل النواب والناشطين ومنظمات حقوق الانسان؟ اليوم الواقع الصحي بمحافظه البصره من سيء الى اسوء، ما يقارب 19 عام او 18 عام متردي لا مستشفيات، اليوم نقص بالادويه، اليوم مستشفيات عباره عن كرفانات. زين اليوم ليش ما تقيله من منصبه؟ شنو السبب اللي يخليك مبقي لحد هذه اللحظه بمنصبه؟ وفوق القهر يقولون يعني حسب ما ذكر استاذ علي يوم اكو عزايم بالموضوع. زين ليش؟ اليوم رئيس الحكومه المحليه انت رحت المطار البصره فتحت باب مهزوز، زين معقوله يوم ما تتوجه المستشفيات محافظتك محافظه البصره؟ اليوم هاي البصره ام الخير، يعني عيب على كل مسؤول يوم قاعد بالبصره اليوم ما يتحرك وضميره يأنبه على محافظته. اليوم عالم دا تموت بسبب نقص الادويه، بسبب نقص الخدمات، يعني ليش وقت تبقى البصره هيك تعاني؟ ليش وقت يعني يبقى اهالي محافظه البصره بهاي الوضعيه اللي عايشيهم حاليا؟ يعني مستشفى تليق بابناء المحافظه ماكو، زين العالم اللي ما عندها اليوم امكانيه شلون تروح مستشفيات اهليه؟ زين اليوم اقل شيء اللي يريد لو يروح مستشفى اهليه راد له 500,000، زين هاي 500,000 منين يجيب اللي ما عنده اليوم الفقير؟ اللي حتى ما عنده راتب رعايه. بالله انتم مسؤولين والله موفقكم وعندكم رواتب تروحون مستشفيات بالخارج، اصلا ما تعالجون نفسكم هنا، يمكن اذا راسك يوجعك يوم تروح للخارج تعالج نفسك. بس اليوم الفقير شلون؟ وين يروح؟ وين ينطي وجهه؟ يروح المستشفى ادويه ماكو، نقص بالخدمات، حتى نقص بالكوادر الطبيه. زين محافظة البصرة اليوم ام الخير المواطنين عايشين بها اليوم شو محصلين منها؟ بس الدخان، كل شيء محصلين منها، بس امراض سرطانيه بسبب دخان المصافي وهي ام الخير. صارت يوم البصره نقمه على العالم، مو نعمه ترى. يعني استاذ علي اليوم
يعني شركات محافظة البصرة اليوم، الشركات النفطية الأجنبية اليوم تعطي منافع، وين تروح على المنافع؟ أعلن مدير صحة أو مدير نفط البصرة يعني بداية العام الحالي أو قبل بداية العام الحالي أنه هو يعني أعطي 5 مليون دولار منافع اجتماعية خاصة لمحافظة البصرة. فأعطينا تساؤل بنفس الوقت بنفس المؤتمر، أعطينا تساؤل قلنا أين ذهبت هذه الأموال الضخمة 5 مليون دولار منافع اجتماعية؟ نعم. شاهد من خلال تصريحاتهم ومن خلال يعني بياناتهم ونشرهم، تم إنشاء ملعب خماسي، تم إنشاء فلكة، تم إنشاء حديقة، يعني هذه النشاطات لا تتناسب مع حجم الأموال التي تعطى كمنافع اجتماعية، وكذلك لا تتناسب مع حجم المشكلة في محافظة البصرة. يعني أستاذ علي 5 مليار هاي اليوم ممكن تقلب محافظة البصرة، تسوي بها انقلاب اليوم، تغير كل واقعها. نعم. زين. سنة 2021 منافع اجتماعية 5 مليون دولار. لا نعلم أين ذهبت هذه الأموال. المشكلة ليست في الشركات الأجنبية حقيقة، نتكلم بصراحة. نعم. المشكلة بالمفاوض أو بالمسؤول المحلي أو الاتحادي. حسب معلوماتنا بعض المسؤولين متواطئين مع الشركات، وذلك لأن لديهم كوميشنات وتنادر وصفقات مع هذه الشركات. نعم. بالتالي هم لا يستطيعون يتكلمون معه بشكل مباشر لخدمة البصرة وقضية التفاوض واستحصال أكبر عدد ممكن من الشركات أو من خلال المنافع. هذا الموضوع هو أمام أنظار النواب الجدد، وكذلك هو الموضوع أمام هيئة النزاهة. نعم. يجب التحقيق بملف المنافع الاجتماعية في محافظة البصرة. نسمع أن هناك يعني صفقات من خلال هؤلاء المسؤولين بموضوع المنافع، وخير دليل لا يوجد إنجاز حقيقي على مستوى البناء الصحي وكذلك البناء العمراني وكذلك قضية يعني تقديم الأنشطة الرياضية. زين أستاذ علي، شنو اللي تغير بمحافظة البصرة من 2003 لحد هذا اليوم فيما يخص الواقع الخدمي الصحي التعليمي؟ شنو التطور اللي صار؟ ما عندنا تطور. أنا قلت بس عندنا يمكن شارع اللي ودينا يربطنا بالجمهورية الإسلامية إيران، وكذلك قضية الكورنيش اللي علم قضية الأنشطة الرياضية التي تم توقفها من قبل الفيفا، وكذلك منطقة القبلة أبرز معالم التطور والإنشاء الخدمي. فقط هذين ثلاث مواقع ذكرتها إليك. يعني أستاذ علي اليوم البصرة يبيها بس القبلة اللي خافصين بيها؟ كل مسؤولين بصرة يوم يحجون، إيش قالت القبلة وإيش حجت القبلة؟ إيش هي اليوم البصرة بس القبلة بيها؟ هاي المناطق اليوم اللي تارسة محافظة البصرة اللي ما بيها تبليط، ما بيها خدمات، واللي قتلك واللي قهرك هي اليوم مناطق سكنية، يعني اليوم مو مناطق زراعية اللي مفروض هي من 2003 وقبل يعني السقوط هي اليوم مفروض مبلطة وبها خدمات، اليوم حالها حال المناطق الزراعية، والمشكلة هي تقع بقلب محافظة البصرة، واليوم يطلع لك مسؤول يصرح اليوم احنا سوينا القبلة وياسين خريبط. ليش يا البصرة بس القبلة وياسين خريبط؟ زين. انجازات على مستوى اكيد اليوم يعني اهالي القبله وياسين خريبط احنا نتمنى لهم الموفقيه، اكيد هم يستاهلون افضل الخدمات، يعني هذا الاعمار اللي صار مو فد انجاز، بس اليوم المسؤولين ترى بمحافظه البصره ما عندهم غير بس على المنطقتين. زين، وبقيه المناطق اليوم اكو هم عالم قاعدين بيها، وهاي مناطق سكنيه، واليوم ايضا العالم اللي قاعد بيها حقها عليكم، هم يردون تبليط، هم يردون خدمات، اليوم هاي العالم هي اللي خلتكم تقعدون على هاي الكراسي، اليوم العالم ودماء الشهداء واللي عنده جريح واللي اليوم ام الشهيد وزوجة الشهيد وابن الشهيد، اليوم كلهم ذولا لهم حق عليكم ترى، اليوم يردون خدمات، يردون بنية تحتية، اليوم رصينة تليق بأبناء محافظة البصرة، اليوم محافظة البصرة هي محافظة معطاة، اليوم المفروض شوارعها تكون من ذهب، أرصفتها تكون من ذهب، فعيب اليوم على كل مسؤول قاعد بمحافظة البصرة ما يقدم خدمة لهذه المحافظة. اليوم هاي محافظة عريقة، اليوم هاي محافظة الشهداء اللي قدمت وحررت العراق، اليوم لازم يكون تغيير بها جذر، وإن شاء الله إحنا نتأمل يكون القادم أفضل. أستاذ علي العبادي، كلمة أخيرة من حضرتك. أنا حقيقة كلمة أخيرة من خلال برنامجكم، أطالب رئيس الوزراء أن يعلن صريحا هل هو يعني لديه يعني مصالح شخصية مع رئيس الحكومة المحلية، وذلك لأنه لم يسمع من الطرف المقابل من الجبهة المعارضة أو من الجبهة الرأي العام. لحد هذه اللحظة لم نسمع منه إجابة صريحة من رئيس الوزراء. هذا جانب. الجانب الآخر، أطالب
النواب الجدد أن ينضموا مع حملة الإقالات بخصوص المدراء الفاسدين والفاشلين الذين حقيقة قد طال عليهم الدهر. أطالب كذلك جميع الشباب والمواطنين أن ينضموا بصوت معنوي مع حملة الإقالات لصالح البصرة. هناك مظاهرات سوف تنطلق يوم السبت. نطالب من جميع الشباب الانضمام بهذه التظاهرات السلمية التي تطالب بالخدمات وتطالب بفرص عمل، وكذلك تطالب بإقالة مدير مكتب التشغيل وكذلك بعض المدراء وعلى رأسهم كذلك مدير صحة البصرة. نطالب من جميع المواطنين الأحرار أن ينضموا بهذه الحملة التي هي غايتها إصلاحية وليس لربما من أمور حزبية أو أمور أخرى. نعم. الأستاذ علي العبادي رئيس مركز العراق لحقوق الإنسان، شكرا جزيلا لك وشكرا انضمامك يوميا، أكيد نورتنا، تحياتنا لك. إلى هنا مشاهدينا وصلنا وياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، انتظروا يوم السبت إن شاء الله وحلقة جديدة من برنامجكم برنامج المعتمد. تحياتي لكم وتحيات كادر العمل جميعا، إلى اللقاء.